بتقول إنه يزن السيد ما اشتغل على حاله واعتمد على شكله، لو عندك شكله أو شكل تيم حسن وين كنت هلأ؟ طبعا كنت بالصف الأول. بالصف الأول؟ الصف هل الأول. قد الشكل لا أنا مهم؟ الشكل نحن للأسف العرب مثل ما تفضلت له نحن بنعتمد يعني هلأ اللي شكله مو حلو مثلا ما بيحب ما بيعشق يعشق وبيحب دائما بيطلعوا انه اللي بيحب لازم يكون جان ترافولتا مثلا يعني شكله حلو كتير وشو بيقولوا فتى احلام البنات. ليش ما تجيبوا انسان عادي وبيحب بنت حاره وما مشي الحال او مشي الحال؟ ليش دائما نحن منجيب البنت يلي هي ستايل يعني حلوه كتير والشاب حلو كتير؟ هلا عفوا انا يزن صديقي وحبيب قلبي بس مشكلته مو دارس معهد هو، هو كان لاعب فوتبول وشكله وسيم وكذا وبحبه أنا لوسامته يعني ونحط بظهر. ما بتحبه لفنه؟ بلا بحب شوفه وكذا. أنا بحب كتير شباب يعني أنا بتتفاجئي إذا بقلك أنا بحب إطلالة كتير شباب من عنا إنه بحب إطلالتهم على التلفزيون. بس بتنتقدوا اليوم ليزن السيد إنه ما اشتغل؟ لا لا ما بنتقده لأنه خلص مشي الحال ما عاد يتفكر فيه ورا صار ستاف أول لأنه ما عاد يمشي الحال. إذا انتقدته ولا ما انتقدته خلاص صار ممثل يعني شكله نمبر فتح وان. له الطريق. لكان شكله كتير حلو بيحبوه البنات يعني كتير البنات. أنا بس اجتمع مع بنات بس هلا بيتصوروا معي بس بيقولوا لي بس تشوف قصي خولي بوس لنا يا أو كأنه أو يزن السيد أو هدول الشباب الحلوين يعني أنا ما أكون مثلا عندي الكاريزما تبعهم طبعا أنا أول طبعا وخاصة خريج معهد.